بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه وأكرم عبيده محمد بن عبد الله رسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الأطهرين وصحابته الأكرمين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نستأنف دروسنا في قراءة كتاب نور العيون في سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس رحمه الله. قال المصنف: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة شهد بنيان الكعبة ووضع الحجر الأسود بيده، فقد ظلت الكعبة منذ أن رفع سيدنا إبراهيم عليه السلام قواعدها وإسماعيل مقدسة، وهكذا كانت قبيل الإسلام، وحدث أن تهدمت بسبب السيل الجارف الذي أصابها، فقررت قريش إعادة بنائها لمكانة مكة التي ذكرناها سابقا، وأخذوا على أنفسهم ألا يدخلوا في بنائها إلا ما كان طيبا من مالهم. وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، فكان عليه الصلاة والسلام يحمل الحجارة على كتفه الشريفة. وسنركز في هذه المحاضرة ببعض الأعمال التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل الأمر إلى وضع الحجر الأسود مكانه، اختلفت قبائل قريش، فحكمته صلى الله عليه وسلم فجعل الحجر المبارك في ثوب، ثم نادى أو أمر كل رئيس أو زعيم قبيلة بأخذ بطرف الثوب، وهكذا زال الخلاف الذي كان بين هذه القبائل. انظروا، لما ننظر هذا الفعل لا ننظر إليه كأنه رواية هكذا، لقد كان في قريش أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الأشرافهم ومن زعمائهم من له مكانة، ومع ذلك فإن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون الذي يضع هذا الحجر الأسود الكريم مكانه هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن بناء الكعبة العمل الوحيد الذي شارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة قبل البعثة النبوية، بل شارك عليه الصلاة والسلام في أعمال أخرى. فلما كان له عليه الصلاة والسلام من العمر 20 سنة شارك صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار، وهي التي وقعت في سوق عكاظ بين قريش وبين قيس عيلان، وسببها أن أحد بني كنان القرشيين اغتال 3 من رجال قيس بن عيلان، فاقتتل الفريقان، ثم تصالح بعد ذلك ووضعت الحرب أوزارها بينهم، وسميت بحرب الفجار لانتهاك الشهر الحرام فيها. وقد حضر الله صلى الله عليه وسلم هذا الحرب، فكان هو الذي يجهز النبلة السهام لعمومته صلى الله عليه وسلم. ومن الأحداث الأخرى التي شارك فيها صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة حلف الفضول، وقد ذكرناه سابقا، وكان أشرف حلف عرفته العرب حين ذاك، وكان دعا إليه الزبير بن عبد المطلب، واجتمعت عليه كثير من قبائل قريش، منهم بنو هاشم الذي ينتسب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتعاقدوا وتعاهدوا بالله لنكونن مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. هذا الحلف لماذا كان أشرف؟ لأنه يقف مع المظلومين. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف وقال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم
ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. وحمر النعم يعني خيارها، خيار الإبل. وأما سبب هذا الحلف فإن العاص بن وائل السهمي، وكان من أشراف قريش، اشترى من رجل من بني زبيد بضاعة قدم بها إلى مكة، لكنه رفض أن يؤدي إليه ثمنها، أخذ البضاعة لكن لم يؤدي، لا يريد تأدية ثمنها، فاستعذى عليه هذا الرجل الذي جاء بهذه البضاعة أشراف قريش، لكنهم لم يقفوا معه. لماذا؟ لما كانت العاص التي ذكرناها. فوقف هذا الرجل في الكعبة واستغاث بآل فهر وأهل المروءة، فاجتمعت تلك القبائل وعقدت هذا الحلف. مما نستفيده مما مر أن مشاركته صلى الله عليه وسلم في حلف الفجار وثم حلف الفضول ثم بناء الكعبة أنه يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم حاضرا في مجتمعه، كان حاضرا في مجتمعه غير منعزل عنه، وذلك في كل ما يعود على هذا المجتمع بالخير. أما الأمور الأخرى فقد تركها صلى الله عليه وسلم من عبادة الأوثان وغيرها، كل ما ينكر في من أمور جهية فقد تركه صلى الله عليه وسلم، أما ما كان فيه من الخير فكان من المقبلين ومن المشاركين فيه صلى الله عليه وسلم. أيضا دلت حادثة بناء الكعبة على حكمة تدبيره صلى الله عليه وسلم للخلافات التي تكون بين الناس، يعني كأن هذا تهيئة أيضا لما سيأتي في السيرة النبوية، وهذا أيضا يدل على سمو مكانته، لأن قريش يعني قابلت ورضيت بحكمه صلى الله عليه وسلم، مما دل على أنه أوتي الحكمة صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه. بعثته صلى الله عليه وسلم، قال المصنف: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة ويوما أو يوما واحدا ابتعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا، وأتاه جبريل عليه السلام بالوحي من رب العالمين بغار حراء، فقال: اقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ويروى أيضا الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فقال لي في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان هذا أول ما نزل من الوحي، وإن كان من يذكر أن المزمل هي من أول من أول ما نزل من الوحي، لكن الصحيح هو أن هذه الآيات أول ما نزل من الوحي. قال: وكان مبدأ النبوة فيما ذكر يوم الاثنين 8 شهر ربيع الأول. فبعد مدة 3 سنوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث ويتعبد في غار حراء، استعدادا أيضا لهذه المهمة التي سيحمل الله عز وجل، وهي رسالة الإسلام. نزل جبريل عليه السلام بالوحي الإلهي لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، والأنبياء كلهم بعثوا في هذه السن، وذلك في شهر رمضان. وقد روت أمنا عائشة رضي الله عنها كيف كان البدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة مخرجة في أول كتاب الصحيح في الحديث 3 منه، وفيها أن أول ما نزل كما ذكرنا هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الآيات. ثم بعد ذلك انقطع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما متعددة، فاشتد حزنه لذلك صلى الله عليه وسلم واغتم، وأخذ يترقب مجيء جبريل عليه السلام مرة أخرى. وكان هذا الانقطاع، أي ما الحكمة من هذا الانقطاع، انقطاع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما كان لتثبيته صلى الله عليه وسلم وتهيئته لاستقبال ما يأتي من الوحي.
وهكذا صلى الله عليه وسلم بقي يترقب في الغار يوما بعد يوم حتى كان اليوم الذي جاءه جبريل على صورته الحقيقية. وقد وصف في وصفه صلى الله عليه وسلم أن طوله بين السماء والأرض وأن له 600 جناح. فلما رأى جبريل على هذه الصورة التي سمعتم رجع صلى الله عليه وسلم إلى من؟ رجع إلى زوجه خديجة. وهذا دور خديجة الذي ذكرناه وفضلها لم وقد ذكر في هذا الحديث التي ذكرتكم. فقد جاءها صلى الله عليه وسلم مرتجفا يقول زملوني زملوني. ثم نزل عليه الوحي بأول صورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فتهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، أي لأجل هذه الدعوة وأجل هذه الرسالة فاصبر يا محمد. فهذه الآيات تدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى القيام بالدعوة وبأمر الله في نفسه أولاً، والابتعاد عن أسباب سخط الله والصبر على ما سيلقاه صلى الله عليه وسلم من أذى. فما من نبي أرسل إلا ولقي الأذى من قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لقي هذا. وفي تسمية هذه الصورة من مدثر قال الإمام السهيلي وهو أحد شراح السيرة النبوية له في ذلك الروض الأنف الذي شرح فيه سيرة بن إسحاق بتهذيب بن إيشام، قال: قال بعض أهل العلم في تسمية إياب المدثر في هذا المقام ملاطفة وتأنيس في تسميته لم يسميه بمحمد يا محمد قم، وإنما قال يا أيها المدثر، قال في ذلك ملاطفة وتأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن عادة العرب إذا قصدت الملاطفة أن تسمي المخاطبة باسم مشتق من الحالة التي هو فيها، الحالة التي هو فيها تشتق له اسما ولا تناديه باسمه، كقوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة قم يا نومان، كان نائما فقل له قم يا نومان، وقوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد ترب جنبه قم يا أبا تراب، فلو ناداه سبحانه وتعالى وهو في تلك الحال من الكرب باسمه أو بالأمر المجرد من هذه الملاطفة لهلك، يعني لهاله ذلك، لخاف النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال له يا محمد يعني قد يكون هذا سببا في خوف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في ندائه يا أيها المدثر فيه ملاطفة له صلى الله عليه وسلم ويعني تأنيس له عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن لما بدأ بي يا أيها المدثر أنس وعلم أن ربه راض عنه، لما قال هذا قال بأن ربه راض عنه، وهذا يحدث معنا لما يفعل الولد شيء مثلا قد تناديه يعني باسم، لما تنادي اسمه كأنه فيها شدة، ولكن يا الذي فعل أو كذا فكأنه نوع من العتاب ونوع من الملاطفة. قال المؤلف رحمه الله: كان مبدأ النبوة يوم الاثنين، فقد تقدم هذا في حديث الصحيح الذي ذكرناه لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إنزال الوحي عليه في يوم الاثنين، وبمجرد نزول هذا الوحي بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ببدء نزول الوحي بدأت دعوته صلى الله عليه وسلم. واقتضت الحكمة الإلهية أن تكون الدعوة في البداية سرية، كانت الدعوة في البداية سرية ولم تكن جارية، فما العبرة في ذلك؟ لماذا كانت الدعوة في البداية؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بداية سرا ولم يدعوهم جهرا: أيها الناس ادخلوا في الإسلام وكذا ندعوه، لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ نعم، وهذه الحكمة التي نطلبها الدرس نطلب أن تسقطوه على واقعكم، ليس أن تستنبط، أنا أريد أن يعني تستنبطوه وهل نطبقه في حياتنا، لأن هذا منهج. أعطي الطفل هذا حتى يقول فضلنا عليه يعني الكبير.
تفضل تفضل. لماذا؟ يعني كانت الدعوة في البداية سرية. أنه لم يسلم معه أحد. لأنه لم يسلم، لم يسلم هو من يعني يدافع أو يكون معه إلى جنبه صلى الله عليه وسلم. نعم، طفل آخر. إذا استفدنا هذا كيف نستفيد الدروس؟ خلاص انتهى الأمر. لأن الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرك الأقربين، نعم، وسيأتي عندنا. لانتقاء الأخيار للدعوة. نعم، انتقاء الأخيار للدعوة. انتقاء الأخيار، نعم. النقطة الثانية، حتى لا يثير غضب أهل مكة لأنهم خلاف ما يعتقدون. نعم، رضوان الله. أولا، هذا من معاني التدرج في التشريع. هذا من معاني التدرج في التشريع. نعم، التدرج في التشريع، نعم. وثانيا، هذا أجدى لأن يقبل منه الدعوة. لو يعني أبدأ هذه الدعوة أول مرة لما قبل منه أحد من أهل المدينة، ذلك يبدأ أولا فأولا. فهكذا خلق الإنسان أيضا، نبدأ من قليل فكثير فكثير وهكذا. مثال أبر حياتنا. مثل أنا. نعم، ولدت وأنا طفل. هذا الولادة، ولكن كيف أمورك؟ نقول يعني قولة مشهورة، وهي يعني لما قضاء الحوائج بالكتمان بعض الأمور، ولا يعني أشير فقط إلى هذا، أن الإنسان مثلا تكون له مهمة أو يكون له مشروع معين، فأول ما يبدأه إذا بدأه هكذا يعني نسبة مئوية يعني نتحقق هذا المشروع أو هذه الفكرة، لكن إذا بدأه سرا كأنك يعني تضع أساسا قويا لهذا البناء، ثم أعلنه بعد ذلك وأشهره. نعم، تفضل. وأدعى لاستيعاب الدعوة، فأيضا الله عز وجل عندما قال في القرآن قال في مثنى وفرادى ثم تفكروا، طلب أن يفكر الإنسان، يختلف بالفكر وحده أو مع واحد فقط، لأن ذلك أدعى أن يبعد عن ذهنه مثلا تعصبات القبلية أو الأفكار الجهوية، بل يفكر وحده تفكيرا صادقا يعني خالصا بعيدا عن تلك الشوائب والأفكار الجماعية. نعم، صديقنا هنا. لكي لا تكون الدعوة يعني لا يدعو الدعوة لوحده، يعني يكون مع الناس يكونوا معه في الدعوة. لكي يكون معه أشخاص يساعدونه في الدعوة، لكي نعم. لا يكون وحيدا هو يدعو. نعم، لما نقول لأي، تفضل. اولا، هو امر تعبدي امر به النبي صلى الله عليه وجل عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، وهي كان الاسلام كشجره صغيره تنبت ثم تكبر، فتكبر لها الفروع ثم تنمو وينظر وتكبر ثمارها، وياتي وقت حين قطافها قبل ان يتسلل اليها الناس، لان اول شيء اي امر في الاول لابد من المحافظه عليه، تبدا سنه درج 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 الى ان تكبر، لأن أي شيء في الأول إذا فعل ذلك فستجد المحبطون والأعداء كثر. إذن ما هو حتى تقوى شوكة المسلمين بواحد بالثاني بالثالث، وتتعاضدون ببعض ويدافعون عن دين الله عز وجل. إذن ما هو الدرس الذي تعطينا أنت الآن في حياتنا؟ أنت شيخنا. أن الإنسان أول ما يبدأ يعني شيء الثمرة لابد وأن ينميها شيئا فشيء، لا يبدأ بالشيء كبير في أي شيء في حياته، لأن الإنسان لو قال هبدأ كبير خلاص لن يبلغ شيء، أما الشيء يأتي من تحت إلى فوق إلى فوق إلى أن يكبر إلى أن يأتي ثماره. جزاك الله خيرا، فكل ما ذكرتم صحيح وكل ما استنتجتم صحيح، لما تقرأوا السيرة رجعوا إلى هذا واستنتجوا واستنبطوا. نعم، في بدء النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرية، أنه لما كلفه الله بالدعوة قبل ذلك كان خائفا، ما كان داريا بما قد حصل به، ثم كان أجدر به أن يبدأ دعوته سريا. نعم، زميلك. لو بدأ دعوته جهريا لما نجح كما نجح. لماذا؟ لأن الإنسان من العسير أن تخرجه مما كان عليه سنوات إلا بإقناع ببعض الأمور، لذلك بدأ دعوته سريا حتى يعني يقابل من يقابل فيتحدث بكل لطف وتريس. جزاكم الله خيرا جميعا على هذه المشاركة الطيبة.
قلنا بدأت الدعوة إذن سرية. من هؤلاء القوم الذين يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يدعو قريش، وكانت لهم عقائد، وكانت لهم عادات، وكانت لهم أشياء كثيرة جدا. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم أن يتخلوا على هذا، فكما ذكرتم إنما سيكون الرفض التام لهذا، وما كان لهم ليتخلوا عن يعني ما يعبدونه من أوثان ومن أشياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوجه بدعوته إلا لمن اطمأنت إليه نفسه، وهكذا في الأشياء التي ذكرنا الحياتية، أنت تستشير من اطمأنت إليك نفسك. ومن عرف أيضا بالخير والميل إلى الحق، هناك ناس يميلون إلى الحق حيث كان، من أهله صلى الله عليه وسلم وعشيرته وأصدقائه. فكان أول من آمن به كما تعلمون هي زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ومن الصبيان أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن الأشراف أبو بكر الصديق، وقد أسلم على يدي أبي بكر الصديق جماعة من الصحابة الكرام كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن الزبير، وبعدهم أسلم كثير من الرجال والنساء، وهم الذين عرفوا بالسابقين إلى الإسلام، وقد ذكرنا بداية في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان من يتبعونه، أم ضعفاء الناس أم شرفاؤهم، فقال ضعفاؤهم. وذكرنا أن هذا لا يعني أن ليس أحد من الأشرف تابعه، فأنتم ترون خديجة وهي من أشرف قريش وأبا بكر وعثمان وغيرهم من الصحابة. وكان الرعي الأول الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتعبدون الله سرا، يتعبدون الله عز وجل سرا لا علانية. وكان أول ما أمروا به من العبادة الصلاة ركعتان بالغداة، أي الوقت ما بعد الفجر، وركعتان بالعشي بعد أن علم جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كيفية ذلك. استمرت الدعوة سريا 3 سنوات يعني من الدعوة السرية. بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، وذلك تنفيذا لأمر الله عز وجل، فاصدع بما تؤمر. وأيضا قوله تعالى الذي ذكر الشاب وأنذر عشيرتك الأقربين، هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينشر دعوته صلى الله عليه وسلم بين الأقارب من بني هاشم وغيرهم، إذ جمع النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم خطبة ودعاهم فيها إلى توحيد الله عز وجل والاستجابة لأمره، فاستجاب له صلى الله عليه وسلم طائفة من هؤلاء وامتنعت طائفة أخرى. ومن هؤلاء الممتنعين من كان يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته منه كأبي طالب، فاختار البقاء على دينه، لكن أيضا بقي منافحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من الدروس والعبر التي يمكن أن نستفيدها من هذا المقطع من السيرة الذي ذكره ابن سيد الناس هو حكمة التدرج، حكمة التدرج في الأمور كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سار في دعوته التي هي أمر جلل وأمر عظيم، سار في دعوته بالتدرج ذلك حتى يعلمنا. بإمكان الله عز وجل أن يصدع النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتنجح الرسالة وما إلى ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو مشرع في هذا المقام، حتى لا يأتي شخص يريد القيام بعمل كهذا أو بأي عمل فقال يشهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل وأنا أفعل. هذه الحكمة التدرج، قال الله عز وجل يعني سبحانه وتعالى قادر على أن تنشر دعوته ولا يتعرض لها قريش ولك وإلى ما ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلمنا كيف نسير في حياتنا،
قلت لو فعل ذلك، وهناك أحداث أخرى سنراها كإسلام عمر جهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أو هجرة عمر رضي الله عنه هاجر جهرا ولم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا، نرى الحكمة من ذلك. فهل عمر أولى من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الطريق التي نمشي بها في الحياة، فهو مشرع، أما عمر وغيره فليس مشرعا في هذا المقام. وسنرى قلت ذلك. فحكمة التدرج التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته التي بدأت سرا ثم انتقلت جهرا، فلو بدأت الدعوة جهرا لأجهضت من البداية، لا أجهضت وانتهت الدعوة من البداية. فهذا توجيه من الله سبحانه وتعالى لنبيه أولا ولأمته من بعده، لأمته من بعده صلى الله عليه وسلم في أي عمل تريد الإقدام عليها، أشخاصا وجماعات ومجتمعات وأمة كلها. ثم قلنا بأن جل الذين استجابوا للدعوة كانوا من المستضعفين، من المستضعفين. لماذا كان جل أو غالب من استجاب للدعوة، أو ما الحكمة أن يكون أول أو أغلب المستجيبين للدعوة من المستضعفين؟ ما الحكمة؟ هل لدينا جواب؟ نتشارك جميعا، تفضل. فيه بيان أن الإسلام لم ينتشر بقوة الرجال بل بقوة عقيدته وعقلانيته، أن الإسلام ينتشر بقوة رجاله. فلو كانت الأشراف، والأشراف رمز للقوة، فلو كان هذا لقيل هؤلاء الذين أوصلوا الرسالة الإسلامية. نعم، في الأول بالنسبة للضعفاء، عشان الضعفاء ما كانش لهم مصالح خارج يعني تأثر على فطرتهم، فكان الاستقبال بالفطرة أول حاجة. أمال بالنسبة للشرفاء فكان لهم تجارات وكده، هو ممكن يكون عارف الحق بس المصالح دي بتصد عن السبيل ده. أحسن، سبيل الإسلام. بارك الله فيك. قال، سمعتم ما قال؟ وهو درس، يعني أن هؤلاء ليست لهم مصالح، ولكن أيضا الآخرون الأشراف قد تكون لهم مصالح في الاستجابة للدعوة، فاقتضت حكمة الله أن يكون المستجيبون لهذا. نعم، أن الإسلام دعوة للعدل والمساواة، وهؤلاء المستضعفين أحوج الناس إلى العدل والمساواة وأخذ حقوقهم من الأغنياء التي كانت مسلوبة في هذا العهد. نعم، لأن هذا الإسلام يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الحرية، يدعو إلى كذا، فهم يحسون بهذا الإسلام عتق لهم، عتق لهم. قلنا، تفضل. نعم، حتى لا يكون، حتى لا يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده رغبات الدنيا، ما أنا فقط يدعون الأغنياء لكي يجد منهم شيئا. نعم، إذا الحمد لله السيرة النبوية يعني بالاستطاعة يعني الاستفادة الدروس والعبر، هذا هو المطلوب. نعم، أعطيه. نعم، نقطتي في ذلك أن إلا من رحم الله، فكثير من الأشراف أم ممن ذاق الشرف فيه نوع من الاستكبار، نوع من الاستكبار. نعم، كل ما ذكرتمه أيضا صحيح، يستريح هنا إلى هنا، يعني نمر إن شاء الله عز وجل. فقلنا جل الذين استجابوهم من المستضعفين، وذلك حتى لا يقال إنما نجحت الدعوة بتبني هؤلاء للدعوة. لولا تبني هؤلاء الدعوة، فضلا عما ذكرتم، كل ما ذكرتم صحيح، لا أقول يعني كذا، هذا استنتجتم وهذا استنتجته أنا، ويعني الباقي يعني كل واحد يستنتج، حتى لا يقول بأن يقال بأن هذه الدعوة نجحت بتبني الأشراف لها ودعمهم ومساندتهم لها. وذلك وكذلك كانت دعوة الرسل، فقد تقدم في حديث هرقل أيضا أن الأنبياء إنما كان يستجيب لهم الضعفاء لا الأشراف. وفي هذا إشارة أن دين الإسلام جاء لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه إشارة، لأن هؤلاء المستضعفون يعني كان منهم من أعتق، من أصبح حرا كبلال مثلا وغيره من الذين تعلمون. ثم بدء الرسول صلى الله عليه وسلم في المرحلة الجهرية لما جار بالدعوة، لما مرت 3 سنوات
وبدؤه بعشيرته والأقربين إليه أولا فيه أيضا إشارة وأيما إشارة. فالإنسان لما يريد أن يأمر بمعروف أو شيء أول ما يبدأ أو تربية أو ما إلى ذلك يبدأ بأقرب الناس إليه بأهل بيته، لأنك لو بدأت بغيرهم قد يقال لك أو تعير بأن ببيتك بأنك لم تفعل بيتك أو كذا وكذا. ففي ذلك إشارة أيضا أن المسؤولية أو القيام بالمسؤولية يبدأ من البيت ثم الأقربين وهكذا تتوسع وليس العكس. قال ابن سي الناس: ثم حاصره أهل مكة في الشعب، فأقام محصورا دون 3 سنين هو وأهل بيته، وخرج من الحصار وله 49 سنة. الحصار في الشعب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبعد ذلك 8 أشهر و21 يوما مات عمه أبو طالب، وماتت خديجة بعد أبي طالب 3 أيام. فبعد أن أعز الله الإسلام والمسلمين بإسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما اللذين أسلما في 6 من البعثة النبوية، وفشل كل الخطوات التي اتخذتها قريش والتي مارستها على المسلمين، بدءاً بمحاولة إغراء الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بالمال أو بالمساومة في الدين والمطالبة بالمعجزات، فقد مروا بكل هذه المراحل، وأيضاً إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في البداية يتوجهون بهذا الإيذاء للمستضعفين، ثم انتقلوا إلى الأشراف ومنهم أبو بكر، ثم انتقلوا إلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتم خنقه صلى الله عليه وسلم. فبعدما يعني تعب قريش من هذه الأمور كلها، فكروا في خطة جديدة يعني تريحهم من محمد صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، ففكروا في مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم والأقربين إليه. فتمت مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، لا يناكحونهم ولا يبايعونهم ولا يجالسونهم ولا يدخلون بيوتهم، وكتبوا بذلك صحيفة، كالعهد بينهم، علقوها في الكعبة. فانحاز بنو هاشم وبنو عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأنهم على الدين ولكن للحمية ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فانحازوا لهم من أسلم منهم ومن لم يسلم، ويعني إلا أبا لهب فقد بقي لم يكن من الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقريش شددت الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب، فكانت تمنع أن يصلهم شيء من المؤونة ومن الطعام ومن الشراب ومن، فكان الناس أكلوا ما لا يؤكل 3 سنين، ليس يوما واحدا ولا يومان ولا 3، وإنما كان ذلك 3 سنين. ومع هذا الحصار فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف بالصدع بالدعوة، فكان يخرج وأيام الحج يعني لما يحج الناس إلى البيت ويعني يعرفهم بالدعوة وبالإسلام. ثم إن بعد هذه المحنة يعني جاء نقض هذه الصحيفة، بعد 3 سنوات تقريبا كما ذكر المؤلف جاء من قام لنقض هذه الصحيفة الظالمة، وذلك أن قريشا كانوا بين راض عن هذه الصحيفة ومن يرفضها، كيف يعني نهض أولي العقول السليمة ويعني من أشرافهم، فقالوا كيف نمنع هؤلاء وهم أقرباؤنا من الطعام والشراب، فكان بينهم خلاف. ثم قام بعضهم في نقض هذه الصحيفة وعلى رأسهم هشام بن عمرو بن الحارث، فتم نقض هذه الصحيفة الظالمة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحصار. قال المؤلف: وقلنا بأن السيرة تكون شدة ويكون فرج، ويكون شدة ويكون فرج، فبعد هذا الفرج جاء كما ذكر المؤلف بأن خديجة
وأبا طالب قد توفي يعني بعد ذلك بثمانية أشهر. ثم جاء بعدها الإسراء والمعراج، هذا ذكره المؤلف في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيد الناس: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 50 سنة و3 أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلموا. قال: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 51 سنة و9 أشهر أسري به من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس، ثم أتي بالبراق فركبه وعرج به إلى السماء وفرضت الصلاة. وأما إسلام الجن فقد أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه الحكيم في غير ما موضع، قال سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقوله تعالى: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا الخبر خبر إسلام الجن أيضا مخرج في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في الصحيحين. وأما الإسراء والمعراج فالذي ذكره ابن سيد الناس فهو كما ذكرنا معجزة أكرم الله بها نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد أسري بنبينا عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه، لأن هناك اختلافا بين العلماء هل أسري بجسده فقط أم بروحه، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أسري به جسدا وروحا كما أثبت ذلك القاضي عياض في شفائه. فقد أسري بجسده صلى الله عليه وسلم وروحه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالقدس كما دلت عليه الآية وصحيح الأخبار. فقد سجل القرآن الكريم أيضا هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج، في أول سورة الإسراء قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووصفه سبحانه وتعالى للنبي هنا بالعبد، هو الموصوف هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بإجماع العلماء. ووصفه هنا بالعبودية هو وصف تشريف وتقريب، هو وصف تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يكون لما نكون في السجود نكون أقرب إلى الله عز وجل، الإنسان يكون في قمة حريته لما يكون ساجداً لله عز وجل، هذه قمة الحرية. أيضاً هنا الوصف بالعبد هو وصف تشريف وتقريب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به من هناك إلى سدرة المنتهى، وذلك كما يذكر أهل السير بعد أن صلى فيه بالأنبياء عليهم السلام. وقد اختلف في تاريخ الرحلة، رحلة هذه الإسراء والمعراج، والمشهور أنه كانت في 27 من رجب قبل الهجرة النبوية بسنتين. وفي هذه الرحلة كما تعلمون جميعا فرضت الصلاة يعني في السماء الدنيا، وهذا فرض الصلاة من السماء أيضا تشريف لهذه العبادة، شريف لها. فقد فرضت أولا كما تعلمون 50 صلاة في كل يوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف عن أمته لأن أمته لا تطيق ذلك، فلا زال، وذلك بإشارة من نبي الله موسى عليه السلام، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم مترددا بين رب العزة سبحانه وبين موسى حتى أصبحت هذه الصلاة 5 صلوات، ولكنها بأجر 50، بأجر 50، الحسنة بعشر أمثالها. وهذه الرحلة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أنكرتها قريش أشد الإنكار، لأن يعني لا يتقبلها عقل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يستعمل العقل، ونحن في المعجزات هذا لا يمكن استعمال العقل مع هذه الأمور الغيبية والأمور والمعجزات يعني الإلهية. فكانت يعني كذبت يعني هذا الخبر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت بأمارات وعلامات بأنه قام بهذا
الفعل. فمما كان من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم بيت المقدس حيث زواه الله عز وجل أمامه، فوصف لهم كأنه ينظر إليه إلى زواياه، فوصف لهم ذلك. ثم لعجبهم من هذا الحدث فقد ذهبوا إلى أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم متسائلين أو يعني المستهزئين، ذهبوا إلى من؟ إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقالوا إن صاحبك يقول إنه فعل وكذا وكذا في ليلة واحدة، قال إن قال ذلك فقد صدق. لذلك نقب رضي الله عنه بأبي بكر الصديق، لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال. ولماذا هذا التصديق؟ لماذا هذا التصديق؟ أنت آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنت بالله، فهذا الإيمان يقتضي منك التصديق بكل ما جاءك من الله وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد التصديق والإيمان يتطلب منك التصديق في كل ما قاله رسول الله، وإلا بطل هذا التصديق وبطل هذا الإيمان الذي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيد الناس: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 53 سنة هاجر من مكة إلى المدينة في يوم الاثنين 8 خلونة من ربيع الأول، ودخل المدينة يوم الاثنين فأقام بها 10 سنين لا سواء، وتوفي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. والوفاة سيذكر الوفاة في آخر الكتاب، جاء بما يتعلق بالوفاة في آخر الكتاب. إلى هنا وصلنا إلى نصف الأول من السيرة النبوية، النصف الأول أي المرحلة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من مبعثه إلى هجرته، من مبعثه إلى هجرته. وقد قسمنا هذه السيرة أو عرفنا، لما عرفنا السيرة ماذا قلنا فيها؟ أعطينا يعني سردنا تعريفين اثنين، من يذكرهما؟ من يذكر هذين التعريفين؟ قلنا بأن السيرة لها معنى عام ولها معنى خاص. رضوان لا تتردد، ما بيك تردد، لا، كلنا نتعلم لنعلم أننا كلنا قلت هذه المعلومة فقط تتقرر عندنا، وإلا هي معلومة يعني تفضل. كلنا نحاول يا رضوان، كلنا نحاول، قد تجد شخصا هنا هو أولى بهذا المكان. التعريف الأول بمعنى الخاص هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مبحثه، من ولادته إلى وفاته، هذا المعنى الخاص. نعم. والمعنى العام كل ما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك نحن، وكل الحوادث المتعلقة بحياته قبل ولادته حتى بعد وفاته. نعم. فقد كانت، نعم تفضل. السيرة معناها هو كل ما ورد عن من آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن علامات وأمارات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما فعله النبي في حياته، وكل ما ورد من أقوال وأفعال وأعمال وآثار وغزوات إلى غير ذلك، وكل ما ورد من إرشادات وتعليم إلى الأمة وتعليمهم، وإلى ما وقع عليه وأصابه كما حدث في شعب أبي طالب وإلى غيره وغيره، وتعلم الصبر وعلم الأمة الصبر، وما حدث من أحداث جلال وعصام فيها من الفرح وفيها من الحزن، كي يعلم الأمة وكي يربط على قلوبهم، وكما يتنزل في بعض الأحيان من القرآن ويقف. فهو كل ما ورد من آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن تعليمه لأصحابه والله أعلم. فهذا الذي ذكرته هو العام. نعم، كل هذا الذي ذكرته هو العام، كما قال الإخوة الذين كما ذكروه أن هذا التعريف هو تعريف السيرة عاما، أما الخاص هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، فهذه تعريف للسيرة الخاص. لماذا طرحت هذا السؤال؟ لأن يعني قد يطرح عليك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وقد سئلنا عن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أين تؤخذ الأحكام، من أين كذا. فلما كان نبيا كم كان له من العمر؟ متى بعث؟ لما كان 40، فهي من 40
إلى وفاته هذا تسمى السيرة بمعنى الخاص، لأن هنا بعث، هنا عرف الناس بأنه نبي مرسل إلى الناس، فالسيرة النبوية تبدأ من هنا بمعناها الخاص أو الأخص، لكن السيرة تشمل كل ذلك، لأن قلنا السيرة هي حياة الإنسان، فتشمل ما قبل هذا، ما قبل بعثته أي من ولادته، وقل قبل ولادته، لأن سيرته ممتدة، لأن العلماء تطرقوا إلى أجداده، إلى الرسل قبله، إلى آدم، فكل هذا يعتبر سيرة عند الذين يطلقون السيرة بمعناها العام، كل ما قبله يعتبر سيرة، يدخل في السيرة النبوية، أيضا ما بعدها قد يدخل في السيرة، فهؤلاء توسعوا وهؤلاء ضيقوا، وكل لكل قول له مرجحه وله هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ويعني المحور هذه الرسالات كلها هي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم كل إنسان يعني ما يقدم العمل وهذا العمل يستمر بعد ذلك فهذا يذكر في سيرته، هذا يدخل في سيرته، لأن أجر هذا الذي بهذا العمل يرجع إلى هذا الذي علم، وإلى هذا الذي ربى، وإلى هذا الذي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إن هذا العمل لا ينقطع، وهذا من سيرتي هذا الذي مات، هذا الذي مات، والحمد لله أنه يستمر في الخير، أنه يستمر في الخير، إلا من سن سنة، في حديث آخر من سن سنة فله أجرها، يعني يكتب له ثوابها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، فاعلم أن سيرتك لا تتوقف بمماتك، هذا الذي أريد الوصول إليه، فاعلم أن الأعمال التي تعملها من خير أو شر أنه أن سيرتك لا تتوقف بموتك، فهي تستمر، فانظر كيف تريد أن تستمر حياتك، انظر أنت كيف تريد أن تستمر حياتك في تربيتك لأبنائك، في كذا في كذا في كذا، في أشياء كثيرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أشكركم جميعا على المشاركة وعلى تنوير الدرس، وهذا هو المراد، هذا هو المراد، وإلا فالكتاب عندكم، بإمكان أي واحد يذهب ونحفى، نحن كما قلت في أول درس نتدارس، لست أدرس ولست ألقن ولست أعلم، وإنما نتفاعل، نتدارس، نتشارك في المعلومة، نتشارك في الإفادة، نتشارك في الاستفادة أيضا، وقد استفدت منكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.